مساء الخير، يشرفني أن ألتقي بكم مجددا للحديث قليلا في مداخلة عنوانها إخراج آيت عطا من أمطغوس بأعالي غريس وهجرة آيت مجيل بفعل الجفاف في أواخر القرن السابع عشر الميلادي، وسلف الوقوف قليلا قبل يومين بواد تلمي وحضر وفد سيف ملول المتنازع عليه بين إبراهيم من جهة، وبينهم وبين تعزة وآيت مرغاد المتحالفتين من جهة ثانية، وأخص بالذكر بطن آيت محمد من آيت مرغاد. انجر عن ذلك التحالف إخراج آيت إبراهيم من تلمي لغلبة الطرف المتحالف طبعا، ثم عاد النصر حليف آيت إبراهيم ورجعت إلى تلمي وأزيحت آيت مرغاد جانبا وأزيحت بطن آيت محمد بالتحديد، ولا وجود لقبيلة آيت مرغاد بأسف ملول إلى حدود يومه، ولأن الصراع بالوسط القبلي الأمازيغي يحتكم إلى الوظيفة غالبا، فقد عادت آيت مرغاد لتتحالف مع آيت إبراهيم ضد آيت عطا بأمطغوس بأسف بواد غريس أو بأسف الغريس. فما دليل توفق آيت عطا في الغلوش إلى أمطغوس أي إلى منابع غريس بالضبط؟ فما دليل توفق آيت عطا في الغلوش إلى قلب جبال الأطلس الكبير الشرقي إلى قلب المراعي الصيفية إغدلان بالأطلس الكبير الشرقي؟ ففي الصورة المبثوثة على يميني ما يدلكم أن آيت عطا بدأت تستقر وتبني قصورا لها إقدمان إتهاني تزقوغين هاسين كزركان تيدرين، وبنوا بعد ذلك قصرا صغيرا تغرمت بأغبل شرجت قرب قصر آيت الياس بمحيط أسول وفي تل سيدي بوأجليد والمنطقة المدعوة بوفوناس. ولا تعنينا آيت الياس ولا كدياس سيدي بوأجليد الذي أو التي أخذت منها آيت مجيلد اسمها ولقبها. ما يعنينا هنا أن آيت إبراهيم تحالفت مع آيت مرغات فكان إخراج آيت عطا من أمطغوس، فعلت آيت إبراهيم ذلك علما أن آيت عطا هي التي وفرت لها مجالا للرهن أقدال بمنابع آسف ملول أي المرعى الصيفي المحروس والذي تحده تمرين أي الحدود بالأمازيغية، ولم تحترم الخريطة البشرية بأعالي غريس في أواخر القرن السابع عشر غالبا، حيث استوطنت آيت عطا بأسفل مجرى أمطغوس وتركت أبناء سيدي الحسن العرج بالأعالي. وبموازاة ذلك أدى جفاف أواخر القرن السابع عشر إلى إخلاء محيط أسول من آيت الياس ومن جميع أبطون آيت مجيلد، وفي تغيير عزيز بمجرى غريس على طفتي مجرى غريس
وبالتغيير يا عزيزني واسمكات استقرت بلوان وبعض أوطان من إجروان في أواخر القرن السابع عشر. وحدث أن تقدم سيد حديدو فبنت قصرا صغيرا تغرمت نبنيد قرب مناهل ماء أيت الحسن، أي أنها أضرت بأيت الحسن. واستنجدت هذه الأخيرة بأيت عطاء وتمكنت من طرد أيت حديدو، وجزاء لها فنازلت أيت الحسن عن نصف أراضيها ممتدة من سمولة إلى تيدرين. ثم نظم تيت مرغاد الحركة بقيادة بن يحيى، ونظم تيت حديدو حركة بقيادة علوي السمور. كلتا الحركتين متحدة وكلتهما استقرت قرب سيمولا بعد تدمير زركان وبعد قتل كل سكانها والسيطرة على تيدرين وأسينغ وتيزغوغين. وأما سكان تهاني فقد فضلوا الخروج بدون معركة. وفضلت سيد الحسن أمام الخطر الجديد نحر جزور على ابن يحيى فقبل حمايتها، لكن بعض الأسر من تمليلين فضلت التخلي عن أراضيها والهجرة إلى رتب طاقة وفوس رتب وإمين العنصر الذي يسمى بعد تعريبه فم العنصر، وهجرت إلى بلاد زيان. والسؤال الذي يواجه المتتبع وهو يسمع هذا الحديث، لماذا حافظت تحديد وآيت مرغاد كلتهما على أسماء القرى التي بنتها آيت عطاء؟ الجواب أن آيت مرغاد وآيت حديد قبيل أن آيت مرغاد وآيت حديد قبيلتان تحترمان توبونيميا عكس أيزدك الذي غيرت أسماء قرى تلال، وعكس أيت عطا الذي أضافت إلى أسرير قرب زغورة أسرير المشان. والسؤال الثاني، هل أدت رغبة أيت عطا في الحفاظ على مراعيها الصيفية إلى تحرير تعقيد وثيقة سنة 1642 وبموجبها ولدت أتياف المن؟ الجواب بالإثبات، ففيدرالية أتياف المان أنشئت لمواجهة أيت عطاء. والسؤال الثالث، لماذا المستفيد أيت الحسن أبناء سيدي الحسن العرج التي حافظت على مواردها الطبيعية في القرن الخامس عشر قرن الإملوان بغريس، واحترمتها أيت عطاء في القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر؟ لماذا المستفيد من اتفاقيات 1645؟ الجواب أجهله، يحتاج إلى وثيقة. هذه الأسئلة ورغم وضوحها لم يكتف الجواب عليها النبش في فيدرالية أتياف المان التي استعانت بتدخل المخزن لدعمها ضد أيت عطا. إنها أسئلة تحتاج إلى مزيد من الوثائق. ورغم ذلك ثبت أن أيت عطا لا ترغب في أي نزاع، وإنما تبحث عن نصيبها في موارد الطبيعة أو في المراعي الصيفية بجبال الأطلس الكبير
الشرقي. أيس عطار ليست ضد الأقليات العرقية الشرفاء كما ورد في الدعاية ضدها في القرن التاسع عشر. أيس عطار تبحث عن حقوقها وصمدت دفاعا عن مجالها والموضوع في حاجة إلى مزيد من النبش والعودة إلى الموضوع واجبه. سأقف عند هذا الحد وإلى مداخلة أخرى.